أما الآن إليكم قراءة هذين المرسومين. الأول يحمل الرقم 2351، المادة الأولى: تم تعيين الموظفين الآتي أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بمكتب وزير المناجم والجيولوجيا والمعادن. إدارة مكتب الوزير: المدير أحمد محمد يوسف خلفا للسيد نامبا تنجي دوندوبي، المستشاران إساق عثمان القدم، نيل جينجاي رومبي حرر في أنجمينا في 22 من ديسمبر 2017، توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو، مرسوم رئاسي رقم 2352. المادة الأولى: تم تعيين الموظفين الآتي أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة المناجم والجيولوجيا والمعادن: إدارة البحوث الجيولوجية ومساحة المناجم، المدير أوجيمبي روزين توينا خلفا لسيد سادراك دوبي، نائب المدير حاو عمر عبدالله تحتفظ بمنصبها، إدارة مختبر التحاليل الكيماوية والجيولوجية والمعدنية والبيتوغرافية، المدير رمضان صالح خلفا للسيد إساق آدم، إدارة المحافر، المدير عيسى محمد أبا صالح خلفا للسيد محمد علي الفضيل، إدارة المناجم، المدير سليمان جنيه إلي خلفا للسيد إساق عثمان القدم، نائب المدير آشي نانغازدي تحتفظ بمنصبها، إدارة الدراسات الاقتصادية والضريبية والقانونية والنزاعات، المدير جونوتا ميشيل يحتفظ بمنصبه، إدارة شرطة المناجم، المدير ستينغ بابو أوسوبي يحتفظ بمنصبه. المادة الثانية: على وزيري المناجم والجيولوجيا وزير المالية كل مكلف حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي وقع عليه اليوم في 28 من ديسمبر 2017 رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. إليكم هذا البلاغ. يخطر وزير الوظيفة العام والعمل عمال القطاعين العام والخاص بأن يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2017 هو يوم عطلة رسمية ومدفوع الأجر في كافة الأراضي الوطنية. توقيع وزير الوظيفة العامة والعمل المكلف بالحوار الاجتماعي محمد الضيف. هكذا مشاهدي الكرام، انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة.